معانا على الهاتف الأستاذ محمود جابر الباحث في شؤون الحركات الإسلامية. مساء الخير يا أستاذ محمود. مساء الخير، أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. يعني تابعت إزاي هذا محاولة الهجوم على الكمين في الإسماعيلية، وفي تصورك مين اللي بيقف وراءه ومين اللي بيحاول يغذي فكرة عودة الإرهاب، أو أنه يعني يقول أنه ما زال عندنا حوادث بتحصل؟ يعني احنا هنبدأ من التقرير اللي حضرتك عرضتيه دلوقتي، التقرير اللي حصل في جامعة سيناء، واللي انا شايفه انه مش منفك الصلة عن اللي حصل في الاسماعيلية. واحنا امام مفيش بيانات رسمية منذ حضرتك تقصد انه في ارتباط بين الحادثتين؟ طبعا طبعا، وفي ارتباط بين المجموعة اللي نفذت اللي حصل في الأنطرة واللي حصل في الإسماعيلية. وللأسف احنا ما عندناش بيانات رسمية من لا من القوات المسلحة ولا من الشرطة المصرية حتى الآن لكلا الحادثتين. لكنه أنا عايز أقول إنه يعني ده مش رد على اللي هو الشهاوي، ان هم لو كانوا قاصدين افساد فرحة المصريين باعياد الميلاد كانوا توجهوا لاحد الكنائس، مش لازم الكنائس الارثوذكسية لان بيبقى عليها حراسه اكثر من مثلا بعض الكنائس البروتستانت او الكاثوليك، لانه مثلا مدينه زي مدينه الاسماعيليه فيها اكثر من كنيسه غير ارثوذكسيه واعدادهم مش كبيره والحراسه مش كبيره، ولو هم عايزين يفسدوا هذه الفرحه او يحرجوا مصر امام كراسي رسوليه خارج مصر مش كرسي رسولي مصري كانوا توجهوا لاحد الكنائس الكاثوليك او كنائس البروتستانت، لكن هم المجموعه توجهت مباشره للارتكاز الامني. يعني هم قاصدين إحراج الدولة المصرية القوات المسلحة والشرطة المدنية بشكل مباشر. يعني أيهم أسهل، إن أنا أتوجه لشخص مسلح أم حراسة ممكن ما تبقاش حراسة فرد أو اتنين واقفين ما معهمش سلاح متعمر أو ما معهمش جهوزية أمنية للاشتباك؟ ويمكن عايزين يقولوا إن إحنا ما زال عندنا قدرة، يعني يعني ان احنا انا بتكلم ان المسافه ما بين الاسماعيليه وبين القاهره انا بتكلم في 70 كيلو طبعا، والرساله واضحه ان هو يعني المسافه لابد ان تضع في الاعتبار ان هو قادر ان يفعل ده في القاهره. وانا اعتقد ان الاشاره واضحه جدا والتوقيت واضح جدا، واختيار توقيت ان في حاله تذمر شعبي من السياسات الحكوميه، وانا يعني يا ريت الحكومه تسمع الكلام ده لانه مهم جدا، ان انا احرم هؤلاء الارهابيين من الحاضنه الشعبيه، لانه قد يتحول الغضب الشعبي او التذمر الشعبي نتيجه بعض السياسات لتعاطف مع هؤلاء. الحقيقه يا استاذ محمود انا متفهمه جدا النقطه اللي حضرتك بتقولها، انه ممكن يكون في محاوله استغلال، انه يعني ظروف مش قد كده والناس مضايقه وحاسه بغلاء و ولكن ان يكون في تعاطف من الناس مع الارهاب، كل بيت في يعني كل بيت في شهيد من شهداء الارهاب، وبالتالي من الصعوبه ان يكون في تعاطف. يعني انا لا اتكلم بتعاطف بشكل عام، لكن انا عايز اقول انه الخلايا او المجموعات او المحبين للاخوان جماعه الاخوان هذا ما يحلموا به، يعني هو ده الحلم اللي في دماغهم. جميل جدا. انا بداعب هذا الحلم مره اخرى نتيجه لبعض السياسات والمساله كل لا يتجزا. يعني امن الوطن امن المواطن لا يختلف عن امن الوطن. طب استاذ رضا المواطن عن السياسات العامه لا يختلف. في النهايه انا ما اقدرش ازايد على القوات الامنيه، القوات الامنيه يعني منذ اكثر من 10 سنوات بتقوم بدور جبار وبطولي، كلنا بندفع ثمن مواجهتنا لهذا الارهاب، لكنه أنا بتكلم على السياسات الحكومية وبتكلم على مواجهة الإرهاب على مستوى الفكري واللي بلح عليه في كل مرة سواء مع الميسات أو مع غيرها من القنوات، إن مواجهة الإرهاب
تبدأ بالفكر بالتأكيد بالتأكيد بالفكرة. احنا محتاجين نقعد مرة في حوار مع حضرتك نتحدث عن مواجهة الإرهاب بالفكر، لأن هو ده الأمر الأشد أهمية. أشكرك أستاذ محمود جابر الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، واسمحوا لي أني أقول يعني رأيي المتواضع بعد الحادثتين، يعني زي ما قال أستاذ محمود ربما يكون بينهم رابط. الحقيقة أنا بشوف أنها عمليات بائسة ويائسة من جسد مات والدفن، بس مازال يعني عنده الرغبة في أنه يظهر أنه هو مازال موجود. جهود كبيرة قامت بيها الدولة لتكفيف منابع الإرهاب، للقضاء على مراكز السيطرة ومراكز القيادة ومراكز الأسلحة أو مخازن الأسلحة. أكتر من مرة الدولة كانت بتنادي بصوت عالي أنه لا داعي إن في دول تعمل غطاء سياسي لهذا الإرهاب. تمويل الإرهاب أصبح إلى حد كبير بدأ في قنوات تواصل بين مصر وبين الدول اللي كانت بترعى هذا الإرهاب. هذا الإرهاب أصبح لا يجد تمويل من فترة للتانية، لازم يحاول حسب كتير من المحللين كانوا موجودين معنا أنه يقول أنه أنا ما زلت موجود خصوصا في المناسبات، وأنه يعني ينادي على الدول اللي بتدفع فلوس يعني ادفعوا لنا، ما أنا إحنا لسه موجودين. خلونا نفتكر أن من كام يوم السيد الرئيس السيسي في قانون باختلاف لما كان بيتسأل عن الفترات الصعبة وكان بيتكلم عن ده، كان بيقول أن الدفع تمن هذا الإرهاب 3000 شهيد من 12 ل 13000 مصاب إصابات يعني لا يمكن شفائها، وبالتالي التمن كان كبير مصر دفعته، وصعب إنها تتقبل أو إنها تستقبل أي نوع من أنواع الإرهاب. ما زالت مصر قادرة على القضاء على الإرهاب والقضاء أيضا على الفكر، بذور فكر الإرهاب.